بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. وشعارنا دايما بيت المصريين لكل المصريين. في البداية أحب أتوجه بالتعازي لأختي وصاحبتي وصديقتي منذ سنوات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في وفاة والدتها أمي عمر أسامة رحمة الله عليها، وتغمدهم بالصبر والسلوان. النهاردة هنكمل سلسلة المواهب معانا، ومعانا موهبة شعرية كبيرة وهو الأستاذ أحمد شكري دهب. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا في بيت المصريين. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. في البداية يا أستاذ أحمد، ادينا نبذة عن حياتك وقول لنا، قدم نفسك للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أحمد شكري دهب، مواليد قرية البراشية، وهي التابعة لمركز فرسكور محافظة دمياط. السن 37 سنة. أعمل لدى التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. احكي لنا حضرتك في البداية يا أستاذ أحمد، إمتى بدأت الكتابة مع الشعر؟ والله كانت بداية كتاباتي إنه كنت بكتب منذ الصغر، فطبعا كانت كتاباتي كلها عن إنه أنا بكتب لنفسي، تمام؟ خواطر يعني وحاجات هدى بتيجي في يعني بالك. بنتقي من الحروف والكلمات معاني لكي أكون مثلا قصيدة أو شعر أو كلمة. حبيت الشعر يعني، حبيت. فبدأت تكتب مع فأه نفسك. بدأت إنه أنا أكتب. بداية كنت بكتب لنفسي يعني، تمام، وبعد كده برافو. طبعا وجدت ان بعض الزملاء اكتشفوا ان الكلمات ممكن تكون شيء جميل، ممكن مثلا يكون عنوان جميل. يعني هم اللي نموا فيك هذه الموهبة. طبعا طبعا. بدأت تسعى انك تنمي هذه الموهبة فيك طبعا، فبدأت الكتابات تتوسع. بدأت بقى طبعا الكتابات والكلمات، وبدأت طبعا بقى ايه اللي هو طبعا الطبيعة والخضرة والنيل والكلام ده كله. طبعا ده كان بيديني انه انا ايه الوحي انه انا اكتب اعبر بالكلمات. حضرتك بتكتب الشعر العامي ولا الفصحى؟ هو طبعا انا بحب الشعر الفصحى طبعا لانها اللغة العربية، وطبعا اللغة العربية دي من اللغات السامية، وهي لغة القرآن الكريم، فانا حبيت انه انا اتطور واكتب بالفصحى يعني. تمام، يعني كل كتابات حضرتك باللغة العربية الفصحى. الفصحى كلها منذ زمن. منذ فترة يعني، انه انا ميال للفصحى شوية. ركزت يعني في الفترة في الأخيرة الفصحى. على الفصحى. طب أي نوع من الكتابات حضرتك بتحب تكتب، رومانسي ولا غنائي؟ تحب الشعر؟ والله طبعا هو الكتابات عديدة، بس انا بنتقي الكلمات ان هي الحب، الرومانسية، اللي هو مثلا الوفاء والإخلاص الغالبة يعني على شعر الغالبة. حضرتك. لا، الحب والرومانسية والوفاء، تمام. انه انا اتكلم عن وفاء. طيب نبدأ نسمع حاجة من بداية كتابات حضرتك، تفضل سمعنا وانا حاجة. كتبت حاجة اسمها سأرسم ملامحك حلما جميلة، جميل. لأنني أحبك سأرسم ملامحك حلما جميلة، تفاصيل عشقك مكتوبة في قلبي وطنا كبيرا، اخترت من الألحان عزفا رقيقة، وبكل الود والعطاء أتمنى لك عمرا مديدا، وأن يزال حبنا وساما عظيما. تمام. طيب حضرتك بتعتبر مين من الشعراء مثلك الأعلى؟ طبعا الشاعر الجميل المعاصر، طبعا الشاعر نزار قباني، ده منه تعلمت العديد من الكلمات. طبعا شعر المرأة، الشعر الجميل، انه بيصف الحياة بشكل جميل ورقيق جدا. بتميل لشعره، بميل لشعره. وحتى في الكتابات حضرتك على نهج يعني. تمام. طيب حضرتك صدر دواوين لحضرتك أو كتابات هو أو منشورات؟ حاليا يا فندم طبعا في ديوان بعنوان مملكة الرومانسية والجمال، تمام. ده طبعا تحت الطبع،
ان شاء الله قريبا، إن شاء الله. وعنوان اخر ديوان هل سنلتقي. طيب احكي لنا عن الديوان اللي حضرتك هتكتبه. هو طبعا ديوان مملكة الرومانسية والجمال بيتكلم مثلا اللي هو ايه الحب، طبعا انه مثلا ايه الواحد وحبيبته، انه مثلا مهما يكون مثلا الدنيا معاهم صعبه، العقوبات، الكلام ده مش بيأثر معاهم اي حاجه، يعني الحب موجود. سواء كان في امطار، في عواصف، في رياح، في اي شيء من العواقب والخطورات، الحب والامل موجود. رساله بطريقه رومانسيه. تمام. كتابات حضرتك. طيب في قصائد ظهرت لحضرتك، نشرت في جرايد، في مواقع الكترونيه؟ هو طبعا في اللي هو بالنسبه للجرايد اللي هي الجرايد الالكترونيه، طبعا شبكه اخبار مصر، وشبكه اللي هو تلفزيون المسلة، وجريدة الكنانة. تمام. طيب سمعنا حضرتك حاجة على ذوقك من أشعارك. في حاجة كتبتها اسمها همسات الشوق. أشتاق إلى روحك التي هي بداخلي، داخل الأعماق تتلألأ بنورها الخفاقي، مشرقة فريدة من نوعك ذات الحسن والجمال، وصف حبك يذهل العالم وكل ما في الكون. لست بساحرة أنت، ولكن أنت أجمل عيون، صانعة بسمات العاشقين بجمالك وحبك المفتون. من همسات الشوق تعلمت منها كيف أكون، ليلاي أنا قيس وبحبك عاشق مجنون. جميل. حضرتك شاركت في أي مسابقات أو منتديات ثقافية خاصة بالشعراء؟ والله هو أنا طبعا بحضر، يعني مثلا هو المسابقات في قصر الثقافة في دمياط عندنا. طبعا حضرت برضو، كان في أمسية في نادي المنيب الرياضي، كان في برضو عدد كبير من الشعراء والأدباء والمفكرين، فكانت من اجمل الامسيات بجد اللي انا حضرتها. لكن بالنسبه للمسابقات يعني لسه ان شاء الله، يعني ان شاء الله. طيب اعرضوا لنا الدواوين معانا. حضرتك علق لنا على ده الغلاف بتاع الديوان. ده ديوان مملكه الرومانسيه والجمال، ده اللي تحت الطبع، تحت النشر ان شاء الله. الله باذن الله. طيب قول لنا حاجات اكتر عليه. بيتكلم عن ايه مع الرومانسيه؟ طبعا هو بيتكلم عن الحب والرومانسيه، وان الحب والرومانسيه طبعا وجهان لعمله واحده، ان الرومانسيه طبعا مش بتقل مع مرور الايام، موجوده وثابته. مش انه مثلا اليوم بيعدي انه مثلا الرومانسيه بتكون مثلا في النازل او كده، لا، بل بتزيد. وطبعا الكلام ده بالحب والوفاء زي ما قلت لحضرتك. وطبعا اهم شيء في الدنيا هو الوفاء والاخلاص. جميل. طيب في ديوان تاني اهو، ديوان بعنوان هل سنلتقي. ده ديوان برضو تحت النشر؟ تحت النشر، ولا بعد الديوان الاول يعني؟ ده رقم اتنين. ده الديوان التاني على اساس فيما بعد، يعني بعد ما اصدر الديوان الاول، ولا الاتنين مع بعض؟ الاتنين مع بعض ان شاء الله. بإذن الله ان شاء الله ربنا يوفق حضرتك. الله. في فيديو الاستاذ احمد، يا ريت نشوفه مع بعض. طيب حضرتك بمناسبه قرب معرض الكتاب القاهره للكتاب، حضرتك محضر حاجه هتشارك بيها في المعرض ان شاء الله؟ والله يا حضرتك هو انا منتظر فعلا ان شاء الله، قريب جدا سيكون الدواوين ان شاء الله تكون موجوده، وان شاء الله هيكون برضو فيها هشارك بحاجات جميله باذن الله منها يا رب. تمام. الفيديو جاهز، نشوفه مع بعض. نشوف الفيديو استاذ احمد. مؤسسه فرسان عمود الشعر الثقافيه ستتبناك وستجوب مع كل المهرجانات في كل انحاء الوطن العربي، وهذا وعد من المهندس عباس شكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا برحب بالسادة الضيوف الدكتور رمضان الحضري والأستاذة منى رمضان والنجوم طبعا، وطبعا الدكتور عباس، للشعراء الكبار يعني، والأستاذ طلعت منورنا والأستاذ حجازي. هقول حاجة بعنوان عابر سبيل. أنا عابر سبيل، ذات يوم كنت أسير في الطرقات وإذا بمنزل مرتفع قمته، وإذا بملكة من البشر ترقص هذا المكان، فنظرت إليها خجلا وتبسمت لها بسمة الضعفاء. قالت لي: ما زادك؟ هل أنت دون عقل أيها العابر؟ قلت لها: أسفي سيدتي، أردت فقط كأس به ماء. قالت لي: ماذا أتى بك إلى هنا؟ هل نسيت من أنت ومن أنا؟ اذهب بعيدا ولا تأتي إلى هنا، ليس من مقامك. قلت لها: الأماكن مختلفة حقا، ولكن نحن البشر جميعا سواء، نسير بكل الطرقات بأشكالها المتنوعة، لكن تذكرين كلنا في النهاية طريقنا واحد فقط، منها وإليها سنعود. شكرا. جميل. حضرتك عندك مواهب تانية غير الشعر، كتابة الشعر؟ هو طبعا الشعر ده شيء أساسي عندي، تمام. لكن مواهب تانية لا، بس هو أنا بميل مثلا للفن الجميل وكده، إنما الشعر هو هوايتي. تمام. طيب نسمع حاجة حضرتك كده لينا. هو في حاجة أنا كتبتها طبعا، دي عملتها عشان حاجة جديدة اليوم يعني، أنا هقولها. تمام. اتفضل. هي بعنوان: الشرف العظيم لي في مملكتكم الكريمة. قد زادني الشرف العظيم بالحضور إلى مملكتكم الكريمة، حتى نسر الحوار بكل لطف ويمتلئ بشموع الأمل قناديل منيرة، ونستشف من الكلمات أرقى الحروف من بعد المستحيل، وننسج لها عنوانا جميلا، ومن حقل الزهور قد انتقينا من هجور والسنديان وعبق الياسمينة، وسمفونية الحب نثرنا من بعد الجموع أنغاما وألحانا، كانت يابسة أراضي قلبي، وهنا بينكم قد أظهرت بالحب حدائق وجنانا، ومن عالم اللا وجود والخيال أصبحت الأحلام واقعا متميزا بالصحة والجمال، وبكأس الحب والعطاء زاد شوقي واشتياقي، وأضاء القمر إطلالتكم المشرقة، فراودني شعور جميل بالحضور الكريم وسعادتي مع مملكتكم المتميزة. يا ذات المنبع الأصيلة، كونكم الصحة والجمال. الله، جميل يا استاذ احمد. بنشكر حضرتك طبعا على هذه الخاطره الجميله الخاصه ببرنامج القناه. حضرتك طموحك ايه بكره وبعده؟ ناوي تعمل ايه؟ هي طموحي طبعا بسيطه، في الحياه ومسيرتك الشعريه. هو طموحي طبعا اللي هو ايه، انه انا مثلا يكون لي اسم، ولو اسم بسيط، كشاعر ككاتب، تمام. وانه من كلماتي وحروفي يكون لها معاني جميله وبسيطه كي تصل الى قلوب الجميع. وان شاء الله يعني بحاول انه انا برضو باذن الله سيكون لي دواوين اخرى، والله المستعان. ان شاء الله ربنا يحقق لك كل احلامك ويوفقك.
طيب قول لنا حاجة تاني كده من كتاباتك. في حاجة بعنوان أجدك يا قلبي في كلماتي، أجدك يا قلبي في كلماتي وأوراقي، وعبير الورد منك يفوح دوما في أعماقي. يا عبق الياسمين عشقي لك وأشواقي، أتمنى يدوم الحب فسلام الكلمات بأقلامي. دي حاجة بسيطة كده كنت كتبتها، طبعا كتبتها من جمال الطبيعة وأنا قاعد كده في حديقة حلوة كده. حضرتك حابب توجه رسالة لأي شخص أو لحد رسالة معينة؟ هو طبعا أنا بشكر طبعا والدي ووالدتي وإخواتي وطبعا زملائي في العمل وطبعا لبلدي هي قرية البرشية. طبعا بوجه الشكر طبعا للجميع والمصر كلها والعالم كله. تمام. سمعنا حاجة تاني لو معاك، تحب حضرتك الحلقة النهاردة لحضرتك، واحنا ان شاء الله تكون حلقة خفيفة على المشاهدين يا رب بإذن الله. بإذن الله تنال اعجابك. كتبت قصيدة بعنوان جمعت عبق الزهور لبستانك، بداية كتاباتي سحرتني بإحساسك، ومن المقرر ترعرعت بعشق روحك ونسكت منها ملامسة همساتك، ومن حرارة شمسها رطبت بنبضاتك، وقطفت منها الزهور بوضعها في بستانك، وبدمج قلبي وهمسي يجعلني متدفقا بحنانك. جميل. ايه رأي حضرتك النهاردة في الشعر المطروح على الساحة والكمية الكبيرة من اللي بيقولوا على نفسهم شعراء؟ يعني في شعراء دول معروفين طبعا، في ناس طلعت كده وبيكتبوا كلمتين، بيكتبوا اي حاجة، يقول انا شاعر، ومواقع التواصل مليانة بالكلام ده. ايه رأي حضرتك في الكلام ده اللي بيحصل النهاردة؟ طبعا ده للأسف ده موجود بطريقة كبيرة جدا. انه مثلا بيطلع الشخص مثلا وبيقول مثلا ان انا كتبت كذا وكذا، وفي النهاية بيظهر انه في ان ده مش كلامه. تمام. لكن السرقات الشعرية دي كمان ده كتير طبعا على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وكده. بنشوف ناس كتير فعلا تقول دي سرقة. فهو مش شرط يا فندم مثلا ان احنا نقول مثلا انا شاعر او انا بكتب او كده. طبعا الشاعر ده الشاعر مشاعر، ده حاجة معروفة يعني ليه مواصفات معينة طبعا، وبيبقى معروف من خلال كلماته والكتابات. بيبقى مثلا معروف هل ده كلامه او مش كلامه، والاحساس احساس طبعا الشاعر طبعا. هو طبعا لو ما فيش احساس جواه وما فيش مشاعر طبعا ده مش هيكون يعني انه شاعر او كاتب. مش هيوصل للناس كلامه، ومش هتوصل المعلومة والاحساس. تمام. طب تحب تقول لهم ايه حضرتك بقى؟ هو المفروض يصقلوا هذه الموهبة مثلا الشعراء الحقيقيين يتوجهوا مثلا لمدرسة معينة، يسقلوا موهبتهم بالدراسة، دول هيظهروا على فكرة، ووقتها هنعرف مين الشاعر الحقيقي ومين الشاعر المزيف. وشايف حضرتك برضو ايه تاني؟ الاستمرارية، ان الشعر الكويس بيستمر. اكيد طبعا اكيد. تمام. والتاني بيقف. فاذا يعني الكتابات اللي هي بتكون ضعيفة شوية او رديئة بتتوقف طبعاً بسرعة. تحب حضرتك تقول لهم ايه الرسالة اللي توجهها لهم لهذه النوعية من الناس؟ انا احب اقول الرسالة طبعا اللي هم بيدعوا انهم شعراء وانهم بيكتبوا، يعني المفروض يتوقفوا عن هذا المشوار. يعني بنشوف كلمات وبعدين حضرتك مش للشعر اساسا بصفة خالص. وبيقولوا ده شعر والشعراء. اتفضل حضرتك. فطبعا بقول يعني ايه، طبعا في مواهب تانية كتير. تمام. طالما هو مثلا مش قادر انه بيوصل معلومة، او هو اصلا في الاساس
مش بيكتب شعر، وانه مثلا موهبه ثانيه يعني، وان وانما مثلا انه مثلا بيجمع كلمه من هنا كلمه من هنا، ويجيب مثلا كلمات لشخص اخر من الشعراء المحترمين والادباء، ويقول ده مثلا ده كلامي. وطبعا ده بيظهر لان بيكون الكلام متكرر كذا مره، فبالتالي بيكون معروف ان الكلام ده اصلا مش كلماته بالظبط. جميل، يعني حضرتك كده المفروض اللي يكون مثلا عنده موهبه في حاجه معينه ينميها، بدل ما يروح لموهبه وينتمي تانية وينتمي اليها. انا مثلا عندي موهبه كذا، وهو بيفشل إليها فيها. لان الموهبه فعلا الحقيقيه هي اللي بتثبت نفسها. طبعا يا فندم طبعا، وده طبعا هو الشعر، ما هو احساس في البدايه قبل ما يكون شعر، هو طبعا مشاعر، بيكتب بمشاعره، بيطلع اللي جواه، بيخرج كل شيء جميل جواه بالزبط. بيتكلم طبعا بكل ما هو بداخله بالظبط. احنا بنتمنى لحضرتك التوفيق في حياتك العلميه والعمليه، وحضرتك شرفتنا ونورتنا النهارده وسعدنا بحضرتك. واعزائي المشاهدين، في النهايه بحب اتوجه بالتهنئه للعروسين احمد عاطف وزوجته أسماء محمد بمناسبة الزفاف السعيد، وبالرفاء والبنين إن شاء الله، وألف مبروك. وكما أحب أتوجه بالتهنئة إلى العروسين إسراء شعبان وعريسها الأستاذ محمود المساوي بمناسبة عقد القران. إن شاء الله الزفاف يتم على خير عن قريب. وشكرا لحضراتكم، وتحياتي أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حلقات برنامج بيت المصريين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.